السلام عليكم، انا وائل محمد. ان شاء الله الفيديو ده هنشرح فيه المحاضره الثالثه. المحاضره الثالثه بتتكلم هي والرابعه بيتكلموا عن شابتر 8 اللي هو عنوانه الفيرشوال ميموري. المحاضره الثالثه ان شاء الله هيبقى فيها شويه كونسبتس كده خاصه بالفيرشوال ميموري ودور الهاردوير، بلس كمان هناخد اول طريقه في تقسيم الفيرشوال ميموري وهي البيجنج. تمام، دي ليرنينج اوت كومز. المحاضرتين كلهم في شابتر 8.1 سكشن 0.1، يعني سكشن الاول في الشابتر. دي شويه المفاهيم اللي هنتكلم عليها في الاول في بدايه المحاضره. اول حاجه زي مقارنه بسيطه كده ما بين الفيرشوال ميموري والفيزيكال ميموري. ببساطه الفيزيكال ميموري هي المين ميموري او اللي هي الاكشوال رام. الفيرشوال ميموري يمكن الجمله دي ميموري اون ديسك، دي الجمله دي اتكلمنا عليها شويه في الفيديو اللي فات، ان هي الفيرشوال ميموري هي حاجه لوجيكلي لكن بيتقال عليها ميموري اون ديسك لان هي شايله البرنامج اللي موجود في الديسك او في السكندري ستورج. تاني حاجه هي بتسمح بالمالتي بروجرامينج. يعني ايه بتسمح بالمالتي بروجرامينج؟ قلنا في الفيديو اللي فات ان كل برنامج بيكون ليه فيرشوال ميموري خاصه بيه. زائد كم فيرشوال ميموري خاصه بيه ده بيديني مثلا ان انا اقدر اشغل كذا برنامج في وقت واحد. وبيقول لك كمان ان هي بتشيل الكونسترينز اللي بتحطها المين ميموري على اليوزر. يعني ايه الكلام ده؟ يعني قلنا في الفيديو اللي فات مثلا لو كان عندنا برنامج واخد اول 3 فريمز دول، تمام، اصبح البرنامج اللي جاي هياخد ايه؟ هياخد كل الفريمز ما عدا ال 3 فريمز دول. دي اول كونسترين حطتها المين ميموري على اليوزر. بلس كمان لو البرنامج التاني مثلا خد 5-6 فريم، يبقى البرنامج اللي بعده متبقي له العدد الفريمز ناقص العدد الفريمز اللي خدها كل برنامج. الفيرشوال ميموري قلنا ان هي خلصت على الموضوع ده بانها ادت لكل برنامج سايز كامل، الرام كامله تقدر يتحكم فيها ويقدر يضيف كل اللي هو عايزه. تمام، نكمل. بيقول لك هنا ان الميموري ريفرنس اللوجيكال ادرس اللي هو بعد شويه هيبقى اسمه فيزيكال ادرس. تمام، اللوجيكال ادرس ده بيتحول، هيبقى اسمه فيرشوال ادرس. اللوجيكال ادرس هيبقى الفيرشوال ادرس بيتحول لفيزيكال ادرس اثناء ايه؟ الران تايم. طيب دي نوت كده انا حاططها لان يعني موجوده في الكتاب اللي هي مش الكومبايل تايم. يعني طب ايه الفرق؟ طيب يعني لو جت في الامتحان كومبايل تايم تبقى غلط؟ اه غلط. طب ليه؟ عملية التحويل من لوجيكال ادرس لفيزيكال ادرس بترن اثناء الران تايم مش الكومبايل تايم. تمام، بمعنى ان البرنامج بتاعي كله فاليد ده معناه ان خلاص كل حاجه موجوده في الفيرشوال ميموري، كل حاجه تمام. ان انا بقى اثناء الران تايم مش كل البرنامج زي ما اتفقنا مش كل البرنامج بيروح في الفيزيكال ميموري، فاذا انا مش بحول كله، في جزء بس في البدايه هو اللي بيروح للفيزيكال ميموري، حاجه اسمها الريزنت سيت. اذا انا مش بحول عمليه الفيرشوال ميموري الفيزيكال ميموري اثناء الكومبايل تايم. يا ريت ناخد بالنا مثلا الحته دي، انا بحوله اثناء الران تايم بس مش الكومبايل تايم. تمام. طبعا دي ممكن تكون سبب ان البرنامج يرمي اكسبشن اثناء الران تايم وما يخش ما يرموش اثناء الكومبايل تايم، ان هو بيحول بيروح يلاقي مكان مش موجود في المين ميموري. يعني معنى صح الترانسليت بيطلع الفيزيكال ادرس مش موجود في المين ميموري اللي هو مثلا زي الاري اوت اوف رينج او حاجه زي الحاجات دي. فهو ده اللي بيحصل اثناء الايه؟ الران تايم. هنا بيقول لك ان البروسيس او البرنامج يعني او البروسيس ممكن ما تتحطش البيجز بتاعتها ما تتحطش ورا بعض في المين ميموري. ده طبعا حاجه من الحاجات اللي ضافتها الفيرشوال ميموري، ان انا بحط الفريمز في اي مكان واقدر ان انا احتفظ بالمكان بتاعها جوه الفيرشوال ميموري. تمام، بحتفظ برقم الفريم يعني اللي شايل البيج دي. نكمل. دي بقى يعني شويه ستيبس للعمليه بقى نفسها. في البدايه مثلا انت بتشغل البرنامج، ايه اللي بيحصل؟ ان اللي بيتحط في المين ميموري هو شويه قطع بس من البرنامج او شويه بيجز بس من البرنامج او شويه فريمز على حسب اللغه. لو بنتكلم في فيزيكال ميموري هنقول فريمز، لو بنتكلم في فيرتشوال ميموري في الاغلب بنقول بيجز يعني. تمام، طيب الجزء اللي بيتاخد ده يتحط في المين ميموري اسمه ايه؟ اسمه ريزيدنت سيت. ببساطه كده ايه الريزيدنت سيت دي؟ نقدر نقول عليها لو البرنامج ده تري، الريزيدنت سيت دي هي الروت بتاعت التري. بمعنى صح الريزيدنت سيت هي اللي هتقدر او نقول عليها مثلا المين ميموري بتاعت البروجرام. تمام، هي اللي هتقدر تنده على الحاجه الفلانيه او هي اللي بتشغل
او هي مثلا اللي هتنده على الفانكشن الفلانيه، فبالتالي الفانكشن الفلانيه دي هيتاخد البيجز بتاعتها يتعمل لها ترانسليتد لفيزيكال ادرس وتتحط في المين ميموري علشان تشتغل قدامك. تمام؟ فيبقى اتفقنا الريزلت سيت هي المين فانكشن بتاعت البروجرام، هي اكشلي هي المين فانكشن بتاعت البروجرام. تمام؟ ففي البدايه الاو اس بياخد الريزلت سيت، ياخد شويه بيجز يحطها في المين ميموري، ودي بنسميها الريزلت سيت. بعد كده بيقول لك ممكن يحصل انتربت وين ايه هنا بقى دي الحته اللي كنت بتكلم عليها فوق، الانتربت انه يحصل ادرس، ان يحصل ترانسليت، فالترانسليت ده يجيب ادرس مش موجود اساسا في المين ميموري. تمام؟ طيب يعني ايه ادرس مش موجود اساسا في المين ميموري؟ طب وهل ممكن الترانسليت دي يغلط؟ لا انا مش فاهم. طيب ببساطه هو الادرس ده بيكون موجود في المين ميموري لكن مش بتاع البرنامج ده، فساعتها هيحصل انتربت. بمعنى مثلا عايز ادي اكزامبل بس بسيط كده، لو انا عندي مثلا الاري دي، الاري دي مثلا السايز بتاعها مثلا 5. تمام؟ جيت انت عملت مثلا اري سايز اوف اندكس اوف 5، ده معناه طبعا اوت اوف اندكس. هل ده الكومبايل تايم هيجيب عليه ايرور؟ لا. لكن مين اللي هيجيب عليه ايرور؟ هيضرب اكسبشن، لان انت بتقول انت رايح في حته بره الاندكس بتاعك. بمعنى اصح في حاجه اسمها باوند كده، باوند ريجستر. الباوند ريجستر دي بيبقى فيها اخر ادرس بيستخدمه البرنامج او بيستخدمه الحته دي في البرنامج. فلو قلنا مثلا اول ادرس هو الاري اوف الزيرو، اخر ادرس هو الاري اوف الفايف، لا الاري اوف الفور، لو انت رحت اكسست بعده كده انت بتجيب فيزيكال ادرس مش موجود. تمام؟ فساعتها الموضوع ده لازم يحصل انتربت. تمام؟ ببساطه بعد كده الاو اس بروسيس بلوكينج، طبعا لو حصل انتربت بتروح في البلوكينج ستيت. تمام؟ هنا بقى العمليه ان انت بتستنى انبوت اوت بوت ريد ريكوست، مثلا بيحصل ريكوست مثلا بيقول لك هنا ان البروسيس كونتين لوجيكال ادرس. تمام؟ اللي موجوده في المين ميموري يعني. الاو اس دلوقتي بتعمل انبوت اوت بوت ريد ريكوست، مثلا بتقرا من الهارد ديسك او بتقرا من اي ديفايس. تمام؟ اثناء وقت القراءه ده بيحصل ايه؟ يمكن الجزء ده في تفصيل اكتر ليه في المحاضره الخامسه. بيحصل ايه؟ بيحصل ديسباتش كده اثناء الران، ان انت تران ايه؟ حاجه ثانيه يعني انذر بروسيس يعني. تمام؟ بما ان البروسيس دي هي دلوقتي في عمليه انبوت اوت بوت ديفايس يعني. تمام؟ لو حصل انتربت في عمليه القراءه دي برضه نفس الكلام، الاو اس بتاثر على البروسيس دي نفسها. مثلا او لو البروسيس دي خلصت، ممكن لو خلصت فهي بتضيفها في الريدي ستيت، لو ما خلصتش بتحطها في البلوكينج ستيت لو حصل مشكله يعني زي ما قلنا يعني. تمام؟ تمام. ايه بقى مميزات الكلام ده بشكل عام؟ مميزات الكلام ده ان اللي بيحصل دلوقتي ان انا مش بلود البرنامج كله، لسه قايلين الكلام فوق ان انا مش بلود البرنامج كله، انا بلود جزء بس من البرنامج. فده طبعا قلنا هفادني في عمليه ايه؟ في عمليه المالتي بروجرامنج، ان انا بشغل كذا حاجه في وقت نفس الوقت. تمام؟ بعد كده بيقول لك ويز ميني بروسيسز ان ميموري اتس فيري لايكلي بروسيس ريدي ستيت يعني بارتكلر تايم، بيقول لك يعني ان في الوقت الواحد بيبقى عندي كذا بروسيس، يعني مش بروسيس واحده في ريدي ستيت. تمام؟ بلس كمان دي الفايده الاولى، ودي مجرد شرح بسيط ليها. الفايده الثانيه ان انا بقى عندي دلوقتي القدره ان انا اعمل بروسيس اكبر من حجم الرام نفسه. بمعنى صح زي ما قلنا ان انا بيبقى عندي 4 جيجا كاملين، حتى لو ممكن يكون اللي فاضي عندي في الرام قد ايه؟ اللي فاضي عندي في الرام نص جيجا بس، لكن انا دلوقتي بعمل بروسيس هي اكبر من حجم الرام، من حجم الرام نفسه، ومع ذلك العمليه بتشتغل عادي. ده بسبب ايه؟ بسبب الفيرشوال ميموري. تمام؟ الكلام ده يمكن وضحناه اكتر في الفيديو اللي فات كمان، لان هو بينقل بس اجزاء بسيطه جدا يحطها في المين ميموري، مش كل الاجزاء، مش كل البرنامج. فده بيخليني اشغل برامج كبيره جدا في نفس الوقت والعمليه تشتغل عادي جدا. تمام؟ تاني كونسبت هو الانسريشن. ايه الموضوع؟ بيقول لك ان دي state which is a system spends most of its time swapping pieces. يعني ايه الكلام ده؟ يعني دلوقتي انا عندي شويه حاجات موجوده او شويه بيجز موجوده هنا. تمام؟ لو نفترض دي كده مثلا، عايز اجيب كلر تاني بس